السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تدريبنا الخامس لوحدة البرمجة بلغة فيجوال بيسك بنتكلم عن كتابة الأوامر البرمجية لنموذج مساحات، وأيضا بنستكمل المشروع في نقاط مهمة يتكلم عنها الكتاب. لكن الكتاب نلاحظ أنه يربط ما بين نموذج الحسابات والنموذج الثالث مساحات مع النموذج الأول بواسطة الأكواد، وهذا تكلمنا عنه في التدريب الرابع. فمن يريد أن يرجع إلى هذه النقطة يشوف الفيديو الرابع ما عنده أي مشكلة. أيضا بننفذ المشروع كمشروع متكامل بعد اكتماله، وابن نبني الملف ذاتي التنفيذ أو التطبيق أو الابليكيشن سوفتوير الخاص بمشروعنا اللي هو حسابات ومساحات. إذا نبدأ على بركة الله، كليك واحدة على الريسنت حق مشروعنا، ومن ثم دبل كليك على الفورم الثالث. ونلاحظ أنا أغفلت تكست بوكس الثالث، ما أدري متعمدا أو ساهيا. تكست بوكس الثالث هذا ما هو مهم، لأن احنا نقدر نخرج المعلومات في مسج بوكس. وإذا تبغوا ترجعوا إلى تطبيق فيه مسج بوكس تشوف الهلو وورلد، أول تدريب سويناه كان فيه أيضا مسج بوكس، تخريج معلومات على المسج بوكس. فإحنا بمقدورنا المحافظة على الديزاين السابق ونخرج معلوماتنا بدون الحاجة إلى التكست بوكس الثالث، ولكن مسايرة للي يحبوا الكتاب بنضطر إلى التكست بوكس الثالث هذا. دبل كليك إذن على باتن 1 هذا الخاص بنموذج مساحات، ونوسع منطقة كتابة الأكواد البرمجية. وفي نهاية التدريب إن شاء الله ونهاية الفيديو بنشوف شرح عن الكود هذا اللي حين بنكتبه. بنعرف متغيرين دايم اكس 1 as integer، لا نخلي single، ودايم اكس 2 as بعد single. بنسند لهم القيم من التكست بوكسات الآن. اكس 1 يساوي text box 1.text، واللي يسأل عن كيفية السرعة في كتابة الأوامر البرمجية الفيجوال بيسك، إذا لاحظ text 2 يساوي مجرد أني أبدأ في الكتابة هو يحصر لي مجموعة من التلميحات اللي بالإمكان كتابتها في داخل السطر هذا اللي أنا قاعد أكتب الآن. فمثلا تي اي حصر لي اغلب الاوامر هنا اللي تبدا ب تي اي، من ضمنها الاوامر اللي انا احتاجها وابغاها. فمثلا تكست بوكس 2 موجود هنا، ما علي الا بس انزل واطلع بواسطه اسهم الكيبورد الى الجمله اللي انا ابغاها، ومن ثم اضغط زر سبيس من لوحه المفاتيح، فهو يكمل لوحده هذه النقطه اللي انا ابغاها. دوت تكست نفس الشيء، لاحظ حتى هو جابها حتى من دون كتابه تي، توقع هو ان انا هذه اللي ابغاها، فما علي الا اضغط زر السبيس، وبهذا اكون سرعت جدا في كتابة الاكواد. اسندنا الان القيم، مباشرة نبدا عملية المعالجة. نقول له تكست بوكس نفس الشيء، ننزل 3.text يساوي، نفتح قوسين لان بنكتب جملة اول شيء، مساحة المستطيل، قوسين تنصيص لابد من استخدامهم من اجل كتابة القيم النصية. أطلع منهم وأسوي مسافة، ومن ثم أضغط شيفت مع 7 من أجل علامة الدمج. تستخدم علامة الدمج من أجل دمج القيم النصية مع نصية أو نصية مع عددية. الزائد لا، الزائد ما تستخدم إلا إذا بغيت أدمج نصية مع نصية، أو إذا بغيت أسوي جمع رياضي رياضيات يعني. فأكتب الآن x 1 star X2. مثل ما قلنا عملية ربط النماذج خلصنا منها في التدريب الرابع، فاللي حاب يرجع ما عنده أي مشكلة. ننفذ الآن المشروع المكتمل حسابات، هذا نفذناه فيما سبق. 5 2 جامع طارح ضرب قسمة، لاحظ بعضهم كتبت فيهم الجمل دمجتهم وبعضهم لسه، فنرجع ندمجهم. نجرب مساحات بالمرة بعد، نفس الشيء شغال. نرجع إذن لكتابة الأكواد البرمجية، نكملها اللي داخل حسابات وهي الجمل ناقص بس، نجي بعد علامة اليساوي نسوي دبل كوتيشن مرتين، نرجع ما بينهم بالأسهم، ومن ثم نحول اللغة إلى العربية ونكتب حاصل الضرب وعلامة يساوي، ومن ثم أرجع إلى الخارج وأسوي شيفت مع 7 خارج دبل كوتيشن وشيفت مع 7، وخلاص انتهت هذه الجملة. وهني ما في يساوي نسأنا،
وهذه أيضا double quotation، نرجع بينهم ونكتب حاصل القسمة يساوي، نطلع خارج الكوتيشنز ونكتب شيفت مع 7 من أجل علامة الدمج. وبهذا انتهينا. لو نشغل الآن بنلاحظ وجود القيم اللي اتفقنا عليها، القيم النصية بالإضافة إلى القيم العددية. نسوي سيف إلى مشروعنا ككل، هذا حفظ عادي كمشروع، ولكن إذا بغيت أنا أحفظه إلى مشروع نهائي و EXE قابل إني أرسله إلى الناس في الإنترنت، في المدرسة مع زملائي، أرسله للمعلم مثلا، فوش أسوي، وش الطريقة بالضبط؟ مباشرة من هني وأسوي عملية build أو rebuild نفس الشيء، أو إني من خلال أجي لبروجكت وأعدل بعض الخصائص من أجل إني أشوف وين بيتخزن بالضبط، أغير مكان تخزينه. فأجي إلى مساحات وحسابات properties وكومبايل، اضغط كومبايل، هذه نفسها اللي انا فيها، ومن ثم اسوي براوز هني، واقدر اغير مكان تخزينه. افتراضا هو بيصير داخل البروجكت نفسه في داخل البن، ومن ثم ريليس، مو ديباج، ريليس، اقدر اغيره، ولكن انا مو في حاجة الى تغييره. ومن ثم اسوي عمليات بيلد، اصغر هذا، اجي الى مكان تخزين مشروعي، البن، ادخل البن، ومن ثم ريليس، مو ديباج، ريليس، وبكون هذا ملفي، هذا الاكس اي، هذا اللي انا اقدر ارسله الى زملائي، وهذه ما علي من هذه الملفين، ما احتاجهم. دبل كليك، خلاص هذا هو تطبيقي جاهز للاستخدام من قبل الناس، وحتى اكواده مخفية ما تبين، ما يحتاجوا حتى يركبوا فيجوال بيسك، اللهم إلا بعض المتطلبات الخاصة بتشغيل تطبيقات فيجوال بيسك، وأهمها هي دوت نت فريم ورك 4، هو تحديث عادي أصلا، الأنظمة الجديدة كلها موجود فيها من ويندوز 8 إلى وانت صاعد. ما ننسى قبل نهاية التدريب نشرح الكود حق الفورم 3، نموذج مساحات، طبعا بعد ضغط الزر، بعد ضغط هذا الزر احسب، بيتم قراءة البيانات ومعالجتها وتحويلها إلى معلومات. يا حاسب يا آلي، احجز مكان في الذاكرة وسميه X1، واجعل نوع بيانات التي يقبلها single. وأيضا يا حاسب يا آلي، احجز مكان ثاني في الذاكرة وسميه X2 بحيث يقبل القيم السنجل اللي هو بعد الفاصلة عدد 1 عشري. الآن إسناد القيم إلى الأماكن اللي حجزناها في الذاكرة والمتغيرات. يا حاسب يا آلي، خزن في المتغير X1 القيمة النصية الموجودة عند التكست بوكس 1، ويا حاسب يا آلي، خزن في الـ X2 القيمة النصية الموجودة عند التكست بوكس 2. ومن ثم هنا عملية المعالجة، وفي نفس الوقت عملية إخراج المعلومات. يا حاسب يا آلي، اجعل القيمة النصية الموجودة عند التكست بوكس 3 تساوي، وبنحط في داخلها قيمة نصية أول شيء اللي هي مساحة المستطيل يساوي دبل كوتيشن لابد، بندمجها مع داخل نفس عملية إخراج المعلومات مع هذه العملية الرياضية، ألا وهي X1 ضرب X2، بمعنى ضرب القيمة الموجودة في X1 في القيمة الموجودة في X2 وإخراجهم مع عملية الإخراج ككل. بهذا نكون انتهينا، نلتقي في تدريب آخر وإلى اللقاء.